يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين وجبة مشبعة، مثل أن أطعمهم وجبة يقول بروستد أو سندويش، أم يشترط في ذلك أن يكون أرزا؟ طعام، يشترط أن يكون طعام يعشي أو يغدي، ما يكون غير طعام، يكون طعام يشبع الجائع، هذا المطلوب. لا بأس أن تعشيهم أو أن تغديهم أو أن تقدم لهم وجبة في أي وقت يتغذون بها. نعم.